في حاجة أنا قريتها كانت حلوة قوي لدكتور وليد هندي، اللي هي علاقة الأكل بالصحة النفسية. أنت لما بتاكل حاجة طعمها حلو صحتك النفسية بتفرق، لما بتاكل حاجة صحية عن الحاجة اللي مليانة دهون وخلاص. البيكاتا طبعا من الحاجات اللي كل الناس بتحبها، كل الناس، عشان كده جالي طلب عليها كتير جدا، وكل الناس مستغربة هي ليه بتفك، ليه مش بتطلع مظبوطة. النهاردة احنا بنعملها بطريقة سهلة قوي، واكيد هترفع من روحنا المعنوية كده وتخلي نفسيتنا احلى. ومعايا بقى احلى دكتور في الدنيا، دكتور وليد هندي. ازيك يا دكتور؟ يا نور، الو، يا مساء النورة. ازيك يا ازيك يا نور؟ دكتور، عامل ايه؟ دايما يا رب كده متألقة ودايما متوهجة ودايما ميرسي يا بتقدم دكتور. لنا كل حاجة حلوة وجديدة. عايزاك تعلي صوتك بس شوية عشان مش سامعاك كويس. عينيا حاضر. عاوز اقول لك الاول يعني يا مساء البكاتة. ميرسي. اخبار البكاتة ايه معاك بقى؟ قولي، بترفع الروح المعنوية النفسية ولا لا؟ اكيد طبعا، هو دايما المرأة لما بتعمل حاجة كويسة وتجود فيها ده بيأثر في السيلف كونسبت عندها او مفهومها نحو ذاتها، فبتحس ان هي كده عبرت عن نفسها بصوره كويسه. علشان كده هو دايما الاكل الجميل اللي انت بتعمله لنا، بقول لاي حد بيسمعنا لما المدام عندك تعمل اكل حلو زي ده، عززها عززها بكلمه تفقها، يعني قول الله ينور، ايه الحلاوه دي، ده الاكل طعمه حلو قوي النهارده، ايه شغل الفنادق العالي ده. اه صحيح، تقعد تقول لها دي احلى بكاتة في حياتي. ها ايوه، تقول لها انت بكاتة وانت ماما وانت انور وجدي، يعني يقول اي حاجه حلوه وخلاص. فطبعا ده شيء جميل جدا بيأثر في الصحه النفسيه. اه طبعا بيأثر في الصحه النفسيه. ناهيكي برضو على فكره، كان في دراسه زمان معموله بتقول ان الست اللي بتطبخ في البيت ولما بتعمل اكل يكون معقد، يعني محتاج تركيبه، محتاج مشروم، محتاج يتشوح، ايوه، ده بيعزز عندها القدرات الذهنيه، يعني لما وصبر كمان، ما ينفعش تبقى مستعجله. اه طبعا طبعا بالظبط كده، هو بيديلها حتى قدرات اجتماعيه ومقومات وجدانيه، وبيديلها مكتسبات سلوكيه، بيخلي عندها صبر واناه وحلم وهدوء اعصاب، ورد فعلها بيبقى متزن، ولما بتكبر ما بيجيلهاش زهايمر، بيقيها من الخرف، يعني حاجه جميله جدا بجد. يعني اول مره اسمع عن موضوع الزهايمر ده. لا ده ممتاز، يعني انا فخور باللي بتقدميه ده، لان مصر جاء عليها وقت ابتليت بالاكل التيكاوي. ايوه، يعني التيكاوي ده هدم قيم اسريه كتير جدا. بس انا حاسه ان احنا الكورونا اللي فاتت دي بدات ترجع الناس تاني لفكره، يعني في ناس فقدت ناس كتير، وناس عرفت قيمه اللمه وقيمه ان احنا نرجع تاني نتجمع ونطبخ والحياه الطبيعيه، مش التيكاوي السريعه. بالظبط كده، هو بالظبط، يعني على قد ما هي كانت فكره صعبه في الحياه، بس علمت الناس تاني ان هي تتجمع وان هي تشارك بعض. صحيح صحيح، يعني انت عارفه نوره، وانا في ايطاليا شفت هناك الحضانات اللي هي روضات الاطفال بتاعت مونتسوري كلها معموله على هيئه مطبخ. فعلا؟ يعني فعلا جميع الروضات هناك، يعني بيقول لك ان المطبخ ده بينشط الحواس بتاعت الطفل، بيخليه يميز بين الالوان، ان البرتقالايه شكلها مش عارف برتقاني والطماطمايه حمراء والخيارايه خضراء، بيميز من الالوان، بيميز من الاحجام، بيميز من الاشكال، بيميز من الحلو والحادق، السخن والبارد، يعني الاصوات، كان يحط لهم الرز مثلا في علبه، ايوه، والفول في علبه ثانيه، فيقعدوا يشخشخوها كده، فالولد يبقى عنده تميز صوتي، يبقى عارف الفرق بين ده وده. يعني أيوة. عاوز اقول لك قد ايه المطبخ ده مدرسه، المطبخ ده اسلوب حياه، المطبخ ما هوش مكان بنروح نعمل فيه الاكل وشكرا وبناخد بعضنا وبنمشي. ده حقيقة، ده شيء جميل، ده حقيقة فعلا، يعني جزء اصيل. حضرتك كنت عامل كتاب عن علاقة الصحة النفسية بالاكل، صح؟ بالاكل. طبعا طبعا، لان حتى يعني احنا انا في عندنا حاجة اسمها خريطة الامراض والاوبئة لاي اسرة، انا من خلال الاكل الاسرة بتاكله اقدر اتوقع الامراض اللي هتيجي لافرادها بعد 10 سنين مثلا. نعرف بقى المناعه. بالظبط، بتاثر طبعا في جهاز المناعه، نوعيه الاكل، الزيوت المستخدمه، حاجات كتير. علشان تعمل حاجه في هرمونات السعاده كمان. في اكل طبعا بيعزز هرمونات السعاده عند الانسان، ده اكيد طبعا طبعا.
الاكل الحاجات اللي هي فيها بقى حديد، اللي فيها السبانخ على سبيل المثال، يعني الاكل ده بيعزز فعلا جهاز المناعه وبيؤدي للسعاده، بيخلي كميه المخ تفرز مواد تخلي الانسان يشعر ان هو فور فن كده وسعيد على طول. لا طبعا حاجه ممتعه. وبالمناسبه انا متتبع برنامج زي ما انت عارفه، اللي يشوف برنامجك ويحلله يلاقيكي مش مجرد بتقدمي اكل وبس، انت بتقدمي اكل صحي يا يعني دكتور. انا بشكرك. والله يعني حاجه قيمه. لما ناخد الحلقات كده نحطها جنب بعض، المجمل بتاعها يدي توازن هرموني للانسان، يدي بادي ايمج او صوره جسم كويسه، يحافظ على الوزن المثالي للجسم. يعني بصراحه يعني تشكري جدا انك حريصه على المحتوى وحريصه انك تقدمي حاجه مفيده للاسره المصريه والعربيه، مش مجرد بتعملي اكل والناس بتتعلمه وخلاص. ده من ذوقك بس يا دكتور. انا بشكرك جدا وبشكرك باهتمامك بالبرنامج وبتشجيعك الدائم. بشكرك يا دكتور جدا. ميرسي.